يا هلا فيكم على واحد الاحساء ورد في الحديث علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، والاهل الاحساء يعلمون اولادهم هذه الرياضه. تعالوا نتعرف على هذا الشيء. الواصل هنا الأدنى أكبر ومحاولة مزهبة مزهبة عن الأكبر إذا مزهبة تاتي مزهبة تاتي طبعا هنا في الاحساء ليس فقط ركوب الخيل، لكن يصعب ركوب الخيل الكتب، تبادل الكتب، ثقافه الكتب، وايضا الفن التشكيلي، نشوف لوحات الفن التشكيلي، وايضا الاسر المنتجه حاضره في هذا المهرجان، جايب الفوز يستقبل الجمهور العوائل كاظم المساعيد حاضرة ما شاء الله، وقيادة فهد الخميس وقيادة الجمهور عبد الباقي الجبر المدرب جبر الجبر اشتوي لأحمد عبد الوهاب العفاري. طبقات الأحسائية الشعبية حاضرة، هذا خبز التراوة يعطيهم ألف عافية. نغمة ليزية 100%، وأيضا نشارك في مبادرة استبدال الكتب كتاب بكتاب، ونرحب بكم في ميدان فروسية كل أسبوع إن شاء الله يوم السبت. تقول في مبادرة ثالثة، شنو هي المبادرة الثالثة؟ في مبادرة ثالثة هي جلالة الخاص بالعملات الطوابع إن شاء الله. وكوكب الجياد الوطن المشاركة والمتنافسة بلغة الإدارة نعيشها بكاد تفاصيلها. هابان القيادة عمر العبدان والبادر مسحوق من هذا الشوط واعي الوجود ودخول الاحتياطي رقم. السلام عليكم، راح اتكلم اليوم لكم عن حالة الاختناق، انواع الاختناق. طبعا الاختناق عندنا هو انسداد مجرى الهواء، انسداد كامل راح اجي خلف المريض زين، وراح اساعده انه هو يتخلص من الجسم الغريب، وانا راح اوقف وراه. السلام عليكم، معكم فنانة تركية محمد حسن. طبعاً أنا راح أمثل بيبوب أرت بس مغيره عليه بس مفصله. هذه الرسمة اللي بتكلم عنها إنه رشيت اللوحة كلها بواية، وبعدين بديت أنحتها زي النحت بالمشرب. طبعاً الرسمة نفسي وقاعدة بسوي زخارف فيها. في معادلة رياضية في التنافسية وفي الوسط الفروسي وعالم حبيبي واحد الاحساس، وعداء جدا بتواجدك معنا، مشكور جدا على الحضور، ان شاء الله تكون الفعاليه لاقت استحسان الجميع. طبعا احنا متواجدون في ميدان الفروسيه بالاحساء، السباق حفل السباق كان يصاحبه فعاليات، من ضمن الفعاليات ركن الفن التشكيلي، وركن التصوير الضوئي، وركن الاسر المنتجه، وركن الاسعافات الاوليه. خيلين صاروا في نفس المستوى ورجحوا واحد، يعطيهم ألف عافية. إذا في هذه اللحظات يسلم الكأس لصاحب الجواد الفائز، شكرا من القلب إلى القلب سعادة الشيخ عبد اللطيف إبراهيم. اليوم من الحاضرين من دول الخليج، انتهت جولتنا هذه اليوم، أتمنى أنكم أنبسطتوا في أمان الله.